مساء الخير، رمضان على الأبواب، ففي حاجات بسيطة كده حابين نعرفكم بيها. ده شهر رمضان، وده يا مش رمضان، ودي مسلسلات رمضان، وده محمد رمضان، وده فطر رمضان. بالهنا والشفاء علينا وعليكم إن شاء الله. السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، اتولدت فنانه من اهم الفنانين، ومثلت مع كل الممثلات والممثلين، وقدمت لنا اعمال مهمه وجامده تنين، انها القديره العظيمه الفنانه ارهاب شاهين، واللي بتقدم لنا السنه دي مسلسل بطلوع الروح. وانا ما كنتش شفت البرومو النهائي، انا شفت بس التيزر والبوستر، فقلت فيه هي الهام شاهين مبرقه لي كده ليه، ولقيت جنب التبرئه بتاعتها في البوستر كلمه شاهد اللي هي المنصه المنتجه، بس انا ما ركزتش وافتكرت ان قصدهم شاهد قبل الحذف، على اساس ان اللي بيحصل ده هزار يعني. ونعلن كلمه الحق مع الهام شاهين، تبا للارهابيين. هو كده كده تبا ليهم كلهم ولابوهم، سواء كان داعش او اي زفت تاني. انا ازمتي ان داعش وحشه ومدام الهام محلياها. لما البرومو النهائي نزل حسيت ان الدنيا الطف شويه. محمد حاتم شكله عامل دور حلو، منى شلبي دورها ممكن يكون حلو، مش قادر احدد. الهام شاهين طبعا في حته تانية محدش عارف يوصل لها. مع الهام شاهين هنركن كل الممثلين. واحمد السعداني مش قادر اقيم دوره برده، هو عامل دور امير الجماعه، ومحمد حاتم شكله دوره في المسلسل موظف عادي وبعد كده مسك امير الجماعه، والهام شاهين برده شكلها اميره الجماعه، تقريبا اللي بيصحى بدري هناك هو اللي بيمسك الخلافه. بعيدا بقى عن بطلوع الروح، فمن الواضح ان شاهد عامله ملحمه عظيمه اسمها جزيره غمام، انا متخيل انها تبقى من علامات رمضان السنه دي. هم صحيح جابوا مي عز الدين، بس شكلها هتمثل الدور حلو ولا ايه؟ وطبعا زي كل سنه ما ينفعش نتكلم عن رمضان من غير ما نتكلم عن ابن محمد ابن الشهر الكريم، الممثل الكرييتيف، صاحب الاعمال الكرييتيف، اللي بيمثل معاه وبيخرج اعماله وبيالف له، ناس كرييتيف لدرجه ان هم جايبين فيلم المشبوه بتاع عادل امام وسعاد حسني ومعدلين عليه وعاملينه مسلسل. وما شاء الله محمد رمضان مدي اتيتيود عادل امام قوي في المسلسل، وقفت وطريقه كلام عادل امام، واخد نفس اسم عادل امام في الفيلم، الاثنين اسمهم ماهر. دينا الشربيني المفروض انها سعاد حسني، قدر ولطف. وفضلت ادور في البرومو على مين هيكون اخوه في المسلسل مكان بيومي اخوه في الفيلم، لكن ما قدرتش احدده، بس لقيتهم جايبين بيومي فؤاد، فقلت ما فرقتش كتير. وطبعا انا ممكن دلوقتي احرق لكم احداث المسلسل، اللي بيتكلم عن ماهر وبيشتغل حرامي وعايش مع دينا الشربيني مراته وابنه كريم عبد العزيز، وفي الاخر بيقرر يتوب فالعصابه بتنتقم منه، فدينا هتلجأ لاحمد مجدي اللي هو عامل دور فاروق الفيشاوي في الفيلم، اللي هينقذ محمد ابن الشهر الكريم بعد ما تاب. وفي موقع السينما عرفت ان عمرو عبد الجليل طالع في المسلسل، بس ما لقيتوش في نسخه الاعلان اللي نزلت لحد دلوقتي، فخمنت انه تقريبا هيقوم بدور الطبنجه اللي سرقها ماهر من الضابط طارق. وباين من الاعلان ان الصوره بتاعت المسلسل حلوه والموسيقى التصويريه كمان جامده وفي شغل جامد هيتعمل يعني. ربنا يوفق الجميع. وانا ماشي بقى امبارح على المحور لقيت قدامي يافطه متعلقه مكتوب عليها يوترن، فقلت يوترن ايه ده اللي على المحور، اكيد في خطر. اليافطه اللي بعدها على طول لقيت مكتوب عليها رانيا وسكينه، ففهمت ان هو ده الخطر، لان المفروض علميا ان احنا ما ينفعش نحط قطبين من نفس الشحنه جنب بعض. تخيل ان الشحنتين دول بقى هيبقوا مي عمر وروبي، الوضع صعب قوي. وتخيل بقى ان الاثنين دول طالعين عاملين مسلسل كوميدي. انا كده كده الصراحه اتعودت على مي عمر في الاعمال الكوميديه من بعد مسلسل نسل الاغراب. وانت يا اسطى الشيطان مأجر دماغك مفروشه. طب تخيل ان ده افيه المفروض يضحكنا. طب تخيل ده بقى اللي اتعرض في البرومو، المسلسل هيبقى عامل ازاي؟ ده البرومو بتاع استاذ الهام شاهين ارحم. مع الهام شاهين كنا رجعنا لما انتوا كنتوا رايحين. من الحاجات المبهجه في اعمال السنه دي ان احنا عندنا مسلسلات للاطفال، في مسلسلين للاطفال السنه دي، مسلسل يحيى وكنوز اللي هيتعرض بعد الفطار على دي ام سي، ومسلسل بابلو واللي بيقدمه الفنان الكبير حجما حسن الرداد. انا شفت اعلان للمسلسل على المحور، القناه مش الطريق، لان تقريبا مفيش ميزانيه اعلانات عندهم، والمفروض ان بابلو ده استكمال لشخصيه الخديوي من رمضان اللي فات، بس انا اول مره اشوف بلطجي في حياتي جايب شعره على جنب وملبسينه لبس غريب ورسمين له حاجات غريبه على ايده. يعني هو نفسه في اول البرومو استغرب وبص على ايده اللي هو ايه اللي هم عاملينه لي ده، وخلاص بقى احنا كل رمضان لازم يبقى عندنا واحد لا يقهر. بس حسن الرداد دوره منطقي في المسلسل، لان كده كده انا بخاف منه في اي دور بيعمله، بس واضح كده انه ما اتمرنش على الشخصيه فمش عارف يمثل، لانه طول الاعلان ساكت وما اتكلمش، لحد ما نطق في نهايه الاعلان اخيرا وقال لك انا بابلو، فعرفت ان بابلو ده يبقى حسن الرداد، لان انا كنت فاكره مصطفى فهمي. وشعار المسلسل بيقول بابلو اوعى تقابله ولا تشوفه. مسلسل راجعين يا هوا شكله حاجه رايقه كده وحلوه، مع انوشكا ونور اللبنانيه وطارق عبد العزيز ونور خالد النبوي اللي ابوه ما يعرفش انه بيمثل لحد دلوقتي. وطبعا احنا ما نقدرش ننكر ان احنا كسبنا السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها نجمه التمثيل الفنانه الكبيره الهام حجاج، واللي طبعا انا وانتوا كثيرون متوقعين ليها اداء عظيم السنه دي. حد صورنا وبيبتسم
لا انا زهقت بقى. بيبتسنا ازاي يعني؟ استاذة ريان في البرومو عملت اداء مليان رومانسية وغضب وحزن وعصبية وتصالح وصدمة ولطمة وفاطمة في رياكشن واحد. البرومو نفسه مليان صويت وصريخ وزعيق ودموع وحاجات كتير كده مش لايقة كلها على الاستاذة ما عدا الفستان. انا هتفرج عشان الرجل الطيب ده، لان انا متوقع انه من اكتر الناس اللي هتأدي حلو في رمضان بعد الفنانة إلهام شاهين. طبعا مع إلهام شاهين هنبهر الفضائيين. من الحاجات اللي حاسسها هتبقى حلوة برضه هو احلام سعيدة، ده اسم المسلسل مش جمعية خيرية. حاسس ان المسلسل بيسرى هيبقى ظريف لطيف خفيف. مسلسل المداح برضه حاسه هيبقى حلو، خصوصا بعد التطور اللي حصل بسم الله ما شاء الله من النهار الام بي سي. ومن عوامل تطوير المسلسل السنه دي كمان انهم ما جابوش نسرين طوفش الحمد لله. في برضه فنانين بيحبونا وقدموا لنا تضحيه وما طلعوش الحمد لله لا رمضان ده ولا اللي قبله، زي الفنانه ياسمين صبري والفنانه ريم سامي اللي هفتقدها جدا رمضان ده. في بقى اعلان شفته وانا بقلب على الفيسبوك لاسر ياسين واحمد داوود، انا في الاول افتكرته اعلان لكونكريت ولكنه طلع اعلان للنسخه المعربه من سوتس، فقلت يا على الضحك لما يدق بابك فجاه. وانا مش من انصار النحت خالص الصراحه، بس انا ما اقدرش احكم قوي لان ما شفتش المسلسل الاصلي، بس واضح قوي وهم بيترجموا فيه كام كلمه كده ما عرفوش يترجموها فجابوا اسر ياسين يقولها بالانجليزي. والاعلان غريب قوي، المسلسل بيتكلم عن المحامين والقضايا، جايبين موديلز رجاله وستات بيمثلوا، فين المجرمين بتوعنا يا عم؟ في ناس كتير بتقلب رزقها لازم نحاكمهم، زي مصمم بوستر مسلسل توبه اللي نحته بالحرف من مسلسل اركان، قال لك توبه وهو اساسا سرق البوستر. عمرو سعد لسه ما طلعش من دوره في مسلسل ملوك الجدعنه، هو صحيح اداؤه في التريلر اكشن قوي بس هو ما نساش الكوميديا وجاب حسن ابو روس يمثل معاه، وفي اخر المسلسل يقول لك ايه؟ اللي يصح الفهد يتحمل عضه نيابه، اي كلام، اي كلمتين يتقالوا بصوت عالي بقوا سلوجان خلاص، اللي يصح البطه يوصلها للمحطه، اي كلام مني انا كمان. مسلسل مكتوب عليا شكله لذيذ وفي فكره حلوه فخلينا نستنى ونشوف. نيجي بقى للكبير، الكبير قوي، المسلسل اللي هينافس المسلسلات التركيه لحد ما نعمل الحلقه ال 500 من الجزء ال 50 ان شاء الله. نقول كفايه؟ خلاص بقى هنفضل نمثل دور الكبير وجوني وهدرس والمزاريطه وفزاع لحد امتى؟ زهقنا بقى من كتر ما احنا بنتفرج على نفس الحاجه لل يا حسين. اه شفت الاعلان يا حسين ومستني المسلسل، وحشتني اول مزاريط يا حسين. نستنى برضو في رمضان يا جماعه مسلسل إليت، قصدي دايما عامر. نستنى بقى ونشوف الفنان مصطفى ابو عضله وهو عامل مسلسل عن المدارس الانترناشونال وخناقاتهم اللي بيضربوا فيها بعض بالفلوس دي. نروح بقى للفنانه اللي مكسره الدنيا، الفنانه اللي قعدت في البيت وهتقعد كل الممثلين والمنتجين، الفنانه اللي تفوقت في ادائها على اداء الفنانه الهام شاهين. رساله الى الهام شاهين، فيفي عبده دلوقتي نجمه كل المصريين. استاذه فيفي عبده واستاذه شيرين رضا عاملين مسلسل ب 2 جنيه اسمه شغل عالي، وانا ضغطي عالي، انا شفت اعلان ولا اغنيه المسلسل وافتكرته اعلان لبوتاجاز ب 2.5، وكلمات الاغنيه تعبانه قوي تقريبا كتابه عبده شنكح. يا استاذه فيفي ويا استاذه شيرين انا عارف ان قعده البيت وحشه بس القعده على قلوبنا اوحش. اكيد المسلسل ده هيتعرض وقت صلاه التراويح، اللي هو مش هينزل يصلي يتفرج ويستحمل اللي هيجراله بقى. وفي النهايه احب انوه ان هذا المحتوى هو محتوى ساخر ليس الا، وارائنا لا يعتد بها او يعتد عادي يعني مفيش حاجه. بعد اذنكم بقى عشان الفيديو طول وانا شخصيا زهقت مني. سلام.